يا دلع يا دلع دلع اكيد انت من هذا المحل حلوين الطلع. فوتي فوتي اقول لك بكل سهوله. اهلا وسهلا اهلا 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 وزور. يا هلا ليدي. اهلا 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 تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا يا رولادي. اهلا ما بتتصور قد ايه انبسطت انه جيت عندي. يا عيب الثوم. خبرتي مين بتكون صديقتك؟ تفضل فيك اخبار انت. يا اهلا. مش كثير قتيبة. لما شفتها على الطريق انفحضت فيها بشكل دغري. اعطيتها الكارت قلت لها بدك تجي. شفتي انه ما كذبت؟ شفتي انه ما كذبت يا رولا؟ سافري على الطريق. هو سافري من هون وقال لي بكره بتنزل عندي على الاجونس. نورتي الاجونس. دغري ودغري رجع اتصل واكد. عن جد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لانه انت لما شفتك حسيت هذا الشيء المطلوب نحن عنا بالاجونس. هيدا الوجه انا شفته وهذا الشكل هذا يعني هيدا الشيء بده. يا خلص بتعرفي يمكن انا بوقت من الاوقات يمكن ساعتي شوي شوي ضعفت بس عن جد من بعد ناس مثل ابطالك بيعرفوا قيمة الزمان. برافو عليك. بتتفقد الزمان الخارجي والداخلي. هيك رجعت تعرفت. هيدا النوع من الطموح. هيدا الطموح المطلوب. انت بتوصلي بعد دموزيل. توصلي بتوصلي. يلا ان شاء الله يصير تعاون بيناتنا. اوكي يا اهلا وسهلا. شوفي فينا نبلش نصور هلا دغري؟ ايه هلا انا بدي اخذك صور طبعا اكيد. يعني الموضوع جدي وهيك جدي اكيد. يعني هلا نحن بناخذ الصور وبعدين بنتابع التعاون بيناتنا واكيد انا حبدع بياض. انا حلوه هلا خلص ما بدي ايدك علي. انت هلا بتكهربوا. هلا رح اخذ الصور وبعدين مشو. اول شيء بدنا الفاس العادي اعملي معروف. العادي؟ ايوه. بدك نظره تامليه او ايوه نظرة. هيدي هي خليك هيك. يا عين يا عين. هلا 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 البروفيل. اعطينا 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 بروفيل. برمي شوي برمي شوي هيك. ايوه برمي لعندي. اه ما تطلع على ذهب شوي. بعد 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 على 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 بتشوف ميلة الدقن من تحت لانه يمكن تكون الشغل. ايوه عيني. لا بس حلوه طالعه. هلا اعطيني وحده هيك انه هيك فيها فيها هيك وحشانه فيها اكسبريشن. ايه ايه اعطينا اكسبريشن. ايه ايه اوكي. يعني كانه عم انه نأذني. ايه نأذي نأذي. يا عين يا عين بتجنن. ميرسي ميرسي عن جد بتجنن. يلا بعد وحده. بدك وحده اعطينا حزينه. اعطينا وحده حزينه. يلا اوه هذا الحزن بحد ذاته عن جد. ايه فوالا خلصنا. هذا انا يكون. انا كفي يكون ممثله كمان. ايه اهلا وسهلا فيك. هلا ليكي خلصنا المرحله اللي بدنا اياها الاساسيه وهلا بضل في حلوين الصور صح؟ ايه بجننوا. ايوه ايوه ترى عم يتحروا على الاستوديو مع اللايتنج والكوستيم. لا لا وميك اب. ما في استوديو بقى ما في شيء خلص مش الحال. هذا كل المطلوب. بس هو صور حطوا هلا على التليفون هول كم صوره. لا لا انا انا هدول عايزهم بعدين بتعرفي لشو. اعطيني بيل بوردز وما بيل بوردز. كيف اشوار انت انا بحكي. مع اساس في بيل بورد وعلى الطريق وبانويات. لا 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 ما في بيل بوردز ما في شيء ابدا يعني. كفر مثلا. لا 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 ولا شيء من هالنوع ابدا. صور. لا 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 ابدا. لك وين حينزلوا هول؟ هلا بتشوف وين حينزلوا هول باول الشهر ان الله راد. بتشوفي وجهك موجود وين ما كان بكل البلد ومفرقع الدنيا. هلا شو بدي الشهر؟ في عيد البرباره. هلا عم نعمل لها هدول الصور مثل موديل هيدا بس نعمل لهم قوالب وكذا بينزلوا وجه برباره بده يكسر الارض. ليش؟ لانه الاشياء الثانية ما عم بخوفوا الاولاد ابدا. دوموزيل منزلين فرانكشتاين ما بخوف. منزلين دراكولا مش عم بخوف. هيدا الوجه بالذات وجه دوموزيل الحلو بده يرعب بالاولاد وبده يعمل مفعول كثير قوي بالبلد. صح بتحكي انت يا زلمه. ايه وحياتك. صح بتحكي هيدا. شو بها شو صار؟ انا وجهي وجه برباره. لك احلى وجه برباره يا دوموزيل. تقعدوا لانت وجهك برباره. محلك كله لا عصبت هلا فواح انت انا بزبارة انت بربارة وكل عينتك برابير. شوف خلاص روح. شو صار هلا؟ ليش شو صار لك؟